حضرنا معنا من الأخ الرمادي الأخ عبد الله الأهبل كنت خايف من قدر الزمان طلع الغدر من الصحابي أنا اللي زرعت الورد أنا اللي زرعت الفل وهم زرع الشوك على بابي على بابي على بابي أنا كنت خايف من قدر الزمان طلع الغدر من أصحابي والله من أصحابي طلع الغدر من أصحابي والله من أصحابي
وضرب نار وضرب عذابي ودخلت الجنة والعقول فيها